تعتبر أيسلندا مملكة البراكين دون منازع، فهي أكبر جزيرة بركانية على الأرض، فأراضيها تنتج نحو ثلث الحمم البركانية العالمية. إنها بالفعل أرض وسطى، فتقع على حدود صفيحتين تكتونيتين. ما هي عواقب وقوع انفجار بركاني؟ كبيرة للغاية. هنا تقاتل النار عدوها الطبيعي الجليد. يمكننا ببساطة تخيل سيل جليدي كارثي يتدفق هنا. يخضع الناس هنا لقانون جبال النار الحازم. عند الواحدة فجراً تبلغنا ببداية انفجار بركاني تحت نهر الجليد. تختبئ البراكين تحت نهر الجليد في أعماق الصدوع التكتونية إلى أن يحين الأوان، وفي كل مرة تستفيق لا يهتز بلد واحد بل الكوكب بأكمله. منذ أكثر من 15 سنة وأنا أجوب براكين الكوكب النشطة لألتقي سكانها القريبين، فمشاركة تفاصيل الحياة اليومية تساعد على فهم التاريخ الحي للأرض والتعرف على سكانها بشكل أفضل. تقع أيسلندا وسط المحيط الأطلسي بين الصفيحتين التكتونيتين، صفيحة أمريكا الشمالية وصفيحة أوراسيا، على الجزء المنبثق من سلسلة بركانية تحت الماء بطول 15 كيلومتراً وتعرف باسم مرتفع وسط المحيط الأطلسي. في جنوب أيسلندا نجد أهم التغيرات الناجمة عن النشاط البركاني، وتكشف لنا هذه المناظر الجبلية أرضاً شكلتها براكين مرتفعة وسط المحيط الأطلسي بالكامل. تقع أيسلندا عند نقطة انشقاق الصفيحتين التكتونيتين تحديداً. أدى هذا الانفصال لنشوء تمزقات هائلة تنتشر في الجزيرة التي بدت ساحة معركة حقيقية. إنها لحظة ساحرة. السير في أحد شقوق وادي ثينغفلير المعروف بوادي البرلمان الذي يعتبره الأيسلنديون موقعاً رمزياً. فعلى هذه المدرجات الطبيعية التكتونية عقد الاسكندنافيون الأوائل المقيمون هنا برلمان البرلمانات، وهو اجتماع ضم البرلمانات المحلية التي كانت تنعقد على مدار السنين في شهر يونيو، لأن للبشر دائما نزعة خاصة لاختيار أماكن الاجتماع واتخاذ قراراتهم المهمة. لكن هذا الصدع هو أحد شقوق القشرة الأرضية الأروع على سطح الكوكب، فمن جهة نجد صفيحة أمريكا الشمالية، الصفيحة المحيطية التي تدفع القارة الشمال أمريكية، ومن جهة أخرى صفيحة المحيط التي تدفع القارة الأوروبية. مشهد مدهش. ينشق المحيط الأطلسي نتيجة تحرك مرتفع في وسطه. هنا تتمدد القشرة الأرضية فتشكل صدعاً بين الصفيحتين التكتونيتين، صفيحة أمريكا الشمالية وصفيحة أوراسيا، اللتين تبتعدان الواحدة عن الأخرى بمتوسط 2 إلى 3 سنتيمترات سنوياً. وأسفل هذا الصدع تندفع الصهارة من العمق فتشكل سلسلة بركانية تحت الماء يطلق عليها اسم مرتفع وسط المحيط. مع تقدم النشاط البركاني تمتلئ الشقوق بالحمم البركانية التي تشكل بدورها أرضية المحيط الأطلسي الجديدة. عادة لا يمكن مشاهدة مرتفع وسط المحيط لأنه يقع في قاع المحيط على عمق أكثر من 3000 متر، ولكن هنا في أيسلندا فالحالة استثنائية، هو في الهواء الطلق أو على عمق بضعة أمتار تحت سطح المياه. للمرة الأولى سأغوص بين هاتين الصفيحتين التكتونيتين كما لو في عمق المحيط. جميل. صباح الخير. صباح الخير أرنو. تاس، تشرفت. تشرفت. إنه مكان غير مناسب للغوص أبداً. أعلم ذلك. أطلق على سيلفرا هذا الاسم إذ إن من المفترض أن تبدو كالفضة، لكن عندما ننظر إلى هذا ماذا يمكننا القول؟ إنه منظر يخطف الأنفاس. أين تجد منظراً كهذا مع فرصة الغوص تحت المياه؟ فالغوص في صدع مدهش حقاً. لو نظرت إلى التشققات من حولك ستعرف أين حدثت الهزات الأرضية وما أكثرها يومياً. هل من توقعات لأي هزات أرضية اليوم؟ كل شيء على ما يرام، لا داعي للقلق.
لا تحدث هزات أرضية ضخمة سوى كل 10 سنوات تقريباً، ولكن يعتقد بأن صفيحتين تكتونيتين تبتعدان إحداهما عن الأخرى سنتيمترين سنوياً كسرعة نمو أظافرنا. أجل، الأمر جنوني، وعندما تصل للأسفل لن تشعر بأي هزة أرضية. أعدك بأنه آمن، لكن قد نصادف أسماك القرش. القرش؟ أنا أمزح، هذا مريح. إن التضاريس الجميلة هي التي تلفت النظر هنا، فتعد المياه بين الأنقى في العالم، فقبل تدفقها في الصدوع تصفى لقرابة قرن عبر حقل حمم بركانية ضخم. الرؤية مثالية. أنا في المكان الذي ينشق فيه المحيط الأطلسي على محور مرتفع وسط المحيط، وأرى الصفيحتين التكتونيتين بالعين المجردة. في أيسلندا برز مرتفع وسط المحيط الأطلسي جراء المنطقة الساخنة أسفل محوره. ترتفع الصهارة من أعماق الأرض إلى السطح، محدثة تدفق حمم بركانية كبيرا جدا أدى لظهور الجزيرة قبل أقل من 20 مليون سنة. لذلك تعد الجزيرة ابنة مرتفع وسط المحيط والنقطة الساخنة. مدهش، لكنه بارد، بارد قليلا. ومنذ ذلك الحين تواصل القوى الأرضية نشاطها، مسببة ظهور شقوق هائلة. قد تكون لتمزق الأرض تداعيات وخيمة، فيسبب اضطرابات بالغة الخطورة في المجتمعات البشرية. رافقت عالمة البراكين جيرون لارسن لقاع أحد الشقوق، ولارسن تدرس من سنوات الشق الناتج عن بركان إلدغا، حلق النار البالغ طوله أكثر من 80 كيلومترا. نحن الآن في شق إلدغا، ما الذي حدث هنا؟ إنه أحد أكبر الثورانات البركانية في أيسلندا، الأضخم على الإطلاق منذ الاستعمار. ثار إلدغا في العام 939. هل كان هناك انبعاث نوافير من الحمم البركانية أم انفجارات قوية؟ كان الثوران عبارة عن انبثاق بركاني أحدث حمماً، حقلاً واسعاً من الحمم. تدفقت الحمم على المنطقة حيث كان الإسكندنافيون قد استقروا حديثاً قبل 10 سنين. نعم، هنا نجد الشلال. كان النهر يمر من هنا في السابق. أجل، إن مياه النهر هي التي جعلت النشاط البركاني المتفجر أقوى بكثير. كانت نتائج هذا الانفجار عالمية بالفعل. كانت للثوران البركاني إلدغا تداعيات على النصف الشمالي للكرة الأرضية، وانتشرت مقالات عديدة تتحدث عن الموضوع كآثاره على الصين مثلاً. فأصبح شتاء الصين بعد العام 939 بارداً جداً. ثمة حادثة مماثلة وقعت في العام 1783، فبعد أن تشكلت غيمة ضخمة من الغازات البركانية في الجو، تسبب الثوران البركاني بتدني درجات الحرارة في أنحاء أوروبا الغربية، فأدى لانتشار مجاعات كبرى. ورأى الكثير من العلماء أن هذه التقلبات المناخية من العوامل المحفزة على اندلاع الانتفاضات التي أدت إلى الثورة الفرنسية. ما عواقب ثوران بركاني مماثل لبركان إلدغا حالياً؟ وخيمة، وخيمة جداً على أيسلندا بالطبع. هنا قد تكون نسبة التلوث أعلى بسبب انبعاث الكبريت. في الخارج التلوث سيؤثر على أوروبا وقد يطال الصين، تماماً مثل ما حدث عندما ثار بركان إلدغا. قد يلحق هذا الثوران البركاني أضراراً بالمزروعات وبصحة الناس، ويعطل حركة النقل لا سيما الملاحة الجوية.
لا رغبة لأي شخص في رؤية ثوران بركاني كهذا مجدداً، لا الآن ولا في المستقبل. بمتوسط ثوران بركاني واحد كل 4 سنوات يعيش الأيسلنديون تحت التهديد الدائم بكارثة مدمرة. في العام 2010 أصبح بركان أيافيالايوكل الأشهر في أوروبا، فقد تسبب عمود الرماد البركاني الهائل المنبعث منه بقلب كيان غرب القارة لأسابيع عدة. تمتد المناطق الزراعية الخصبة في أيسلندا عند سفح البراكين النشطة إلدغا وأيافيالايوكل وكاتلا، وفي ربيع العام 2010 تسبب ارتفاع الصهارة تحت الجبل الجليدي أيافيالايوكل بثوران بركاني اتسم بانبعاث رماد استثنائي. نتج هذا الرماد من الصدمة الحرارية الهائلة في فوهة البركان إثر التقاء الصهارة بالجليد. يتبخر الجليد على الفور، أي أنه يتحول من الحالة الصلبة إلى بخار، ما يتسبب بتفتيت الصهارة، فينجم الرماد عن هذا التفتت، ويرتفع هذا الرماد إلى عشرات الكيلومترات، مسبباً مشكلة كبرى في المنطقة بأكملها، لأن المناظر الطبيعية المخضرة التي نراها اليوم لم تكن سوى صحراء معدنية. يملك أوليفر أغيرتسون مزرعة على سفح الجبل العملاق، يحتفظ بذكرى هذا اليوم الكارثي على مزروعاته وقطعانه. هل نتكلم؟ بالطبع. صباح الخير. أهلا أرنو. أهلا بك. تمتلك المزرعة الأقرب لبركان أيافيالايوكل؟ نعم، ثمة مزارع أخرى، لكننا الأقرب على مسافة 4 كيلومترات. هل كنت هنا في بداية الثورة البركانية؟ نعم، كنت مع عائلتي، كنا في المزرعة ننتظر ثوران البركان. فالرسالة التي تلقيناها عند 1 فجرا حملت لنا خبرا مؤكدا عن بداية انفجار بركاني تحت نهر الجليد. لم نحصل على تأكيد بشأن حدوث الانفجار قبل 6 صباحا. كنا لا نزال في المزرعة نحلب الأبقار، وقد شاهدنا سحابة الرماد فوقنا بعد 24 ساعة فقط. لهذا السبب تمكنا من البقاء هنا في المزرعة لإغلاق الأبواب والنوافذ كلها، وحبسنا أنفسنا داخل المنزل. كان علينا إطعام الأبقار وإعطاؤها الماء. لقد مررت بأصعب لحظات حياتي عندما اضطررت إلى ترك الحيوانات كلها وغادرت المزرعة، وأيقنت أن بيتنا ومزرعتنا لم يعودا المكان الأكثر أماناً. شكل الرماد المنبعث من البركان عموداً هائلاً وصل ارتفاعه لعشرات الكيلومترات. تساقطت أثقل الجسيمات حول الصرح البركاني مغطية المزرعة بطبقة سميكة من الرماد الأسود. في غضون أيام قليلة تحولت المزارع المزدهرة لصحراء بركانية مهددة جهود العمر. لكن الأيسلنديين تعلموا التعايش مع غضب جبال النار المتكرر. بعد أسابيع قليلة من ثوران البركان حشد أوليفر عائلته وأعاد الحياة إلى مزرعته من جديد بجهود جبارة، ولم ينتظر طويلا للحصول على ثمرة جهوده، فتحت الرماد الأسود عادت الحياة من جديد. هذا خصب جدا صحيح؟ أجل، إنها أول نبتة تبدأ في النمو، نبتة ذيل الحصان. إذن تنمو جذور نباتات ذيل الحصان أولا وتغزو طبقات الرماد التي سقطت على التربة. إنها نباتات رائدة. وهل لاحظت زيادة في الإنتاج؟ 2008 2009 السنوات الطبيعية؟ أجل 2010 أجل هنا 2011 وبعدها السنوات التي تلت الثوران؟ انظر لهذا. لا يصدق، نرى ذلك في نمو الأشجار، أراه للمرة الأولى في حياتي. إنه دليل خصوبة الرماد البركاني. ثورديس سيغرور دوتير هي مديرة مركز مراقبة الحركة الجوية الأيسلندي.
ما الذي حدث هنا؟ أتخيل أنها كانت حالة طوارئ. بدء ذي بدء، لدينا قواعد معينة نتبعها عندما يبدأ الثوران البركاني. نغلق منطقة مساحتها 145 كيلومتراً حول البركان، وبسبب القواعد المعمول بها حينها كانت حركة المرور خفيفة جداً في الأسابيع القليلة الأولى، فلم يكن هناك الكثير لفعله هنا. لكن بعد مرور شهر هبت الرياح وجاءت التيارات النفاثة من الشمال إلى الجنوب فوق المحيط، ما أدى إلى استحالة عبور الطائرات من أوروبا إلى أمريكا بسبب منطقة الرماد هذه. كان عليها الطيران فوق أيسلندا شمال بركان أيافيا لايوكل، ما أسفر عن تحويل كل حركة المرور من أوروبا إلى أمريكا هنا. كان لدينا الكثير من العمل. علينا تغيير المسار. بعد توقفها أياماً عدة تستأنف الحركة الجوية نشاطها مع تغيير في مسار الطائرات لتجاوز العمود البركاني الذي يمتد جنوب الجزيرة وصولاً إلى المغرب. على أيسلندا أن تتولى إدارة أهم حركة جوية في تاريخها، وتم الاحتفاظ بسجلات رادار هذه الفترة بعناية. عدد الطائرات التي تمر شمال البركان مذهل، وكذلك الحركة الجوية، فكم عدد الطائرات الذي يمثله هذا العدد من النقاط؟ وصل الحد الأقصى يومياً ل1013 طائرة، ولم نحطم حتى الآن هذا الرقم القياسي. كان ذلك أكثر من ضعف قدرة استيعابنا القصوى قبل الثوران. بصفتك أيسلندية لا بالصفة المهنية، ما هو شعورك حيال هذه البراكين الناشطة في الجوار؟ أتحمس كثيراً أثناء حدوث الثوران، وأعتقد أن هذا شعور جميع الأيسلنديين. نحن غريبو الأطوار بعض الشيء، بمعنى أنه عند حدوث ثوران بركاني نذهب لمشاهدته بينما يفر الآخرون. نعيش هنا ولا نراه خطراً، بل نراه جزءاً من الطبيعة. أجل، كان للثوران تداعيات وخيمة على مستوى الكوكب. تقدر المفوضية الأوروبية التداعيات الاقتصادية المباشرة بأكثر من 2,500,000,000 يورو. ناهيك بأن الانفجار البركاني كشف هشاشة مجتمعاتنا أمام هذه الكوارث الطبيعية الكبرى. ليس بعيداً عن أيافيا لايوكل ثمة وحش آخر ينتظر ساعة الصفر، كاتلا. هذا البركان خامد حالياً تحت نهر جليدي ضخم. على مدى العقود المئة الماضية، كلما غضب بركان أيافيا لايوكل تبعه انفجار أخيه الكبير كاتلا. بعد يوم من كارثة العام 2010 صرح الرئيس الأيسلندي: لقد حان الوقت الآن، سينفجر كاتلا قريبا. كل أيسلندي يعيش والنار تحت قدميه. عندما يستيقظ البركان ستكون لاجتماع النار والجليد عواقب بحجم جديد تماما. يتميز النشاط البركاني في أيسلندا بوجود الأنهار الجليدية، وهي لا تشبه تلك التي نعرفها في جبال الألب. هي ليست جليديات جبلية، إنها بقايا غطاء جليدي كبير جدا نشأ في العصر الجليدي الأخير، وكان هنا قبل أقل من 10,000 عام. وتسبب هذه البراكين ثورانات خاصة. سترتفع الصهارة تحت النهر الجليدي وتذيب جزءا منه، وهذا يولد جيوب المياه التي هي مصدر هذا الخطر الهائل المسمى يوكل هوب، أي هذه الفيضانات الجليدية من أصل بركاني. المناظر الطبيعية الفوضوية الناتجة عن آخر ثوران لبركان كاتلا تسمح لك بتخيل قوة هذه الظواهر التدميرية. بير غور، مهندس في المركز الوطني للأرصاد الجوية في أيسلندا، يراقب البركان مراقبة الحليب على النار. عند أول إشارة إلى نشاط بركاني يمكنه اعتماد إجراءات إخلاء القرى المجاورة. متى كان آخر ثوران لبركان كاتلا؟ حدث آخر ثوران لبركان كاتلا في العام 1918، فعدد السنوات التي مرت منذ ذلك الوقت حتى اليوم من دون ثوران أكبر من أي وقت مضى.
لذا أعتقد أنه سيثور قريبا. من المهم جدا بالنسبة لنا مراقبة ذلك ومحاولة استخدام شتى الطرق للقيام بذلك، عبر قياس الزلازل ونظام تحديد المواقع العالمي ومستويات التمدد والغازات وقابلية التوصيل المائية ودرجة الحرارة. ما أنواع القياسات التي تقومون بها هنا؟ نقوم هنا بتجربة صغيرة، نحاول العثور على أنواع الغاز التي تأتي مع النهر. أجل. عندما تخرج الحمم البركانية أو الصهارة من الأرض تجلب معها الغازات، ونأمل أن نتمكن من اكتشافها قبل أن يبدأ أي شيء. بركان كاتلا مملوء حرفياً بأجهزة القياس، يجب تجميع بعض البيانات بانتظام كنسبة تركيز الغاز في العديد من الأنهار التي يغذيها النهر الجليدي، فزيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون مثلاً دليل على اقتراب الثوران. في هذه الحالة تنطلق إجراءات الإنذار. هل سأستطيع القراءة؟ بالطبع، هيا. تجاوز 15 فلوت. فلوت، هل تعني عظيم باللغة الأيسلندية؟ أجل، بالضبط. من الصعب تخيل لسان جليدي كهذا ينفجر تحت فيضان المياه الخارجة من البركان. في حال ثوران بركان كاتلا ستتدفق بالطبع الحمم البركانية تحت هذا الجليد، ثم يذوب الجليد بشكل كبير، وقد ينزل سيل جليدي هائل لهذا الوادي. وتوقع حصول سيل جليدي مأساوي يندفع إلى الأسفل هنا أمر سهل. ثوران كاتلا القادم آت لا محالة، غير أن حجمه فحسب يبقى لغزاً. الأيسلنديون متأثرون تأثراً عميقاً ببيئاتهم التي يعتبرونها من أثمن التراث. يصادف 17 من شهر يونيو يوم العيد الوطني، إنه مناسبة لكاترين وشعب بأسره للاحتفال بالتواصل مع هذه الطبيعة التي لا تقهر. تهانينا. تهانينا كاترين. تهانينا كاترين. أشكرك. تهانينا. في فرنسا يتم تنظيم عرض عسكري في اليوم الوطني، هنا في أيسلندا هل تجتمعون مع الخيول؟ هذا أمر شائع هنا، وهو ليس كذلك في أماكن أخرى. هنا ينتهي بنا المطاف برفقة الخيول وتنظيم مسابقة بدلاً من الذهاب بالبالونات لوسط مدينة ريكيافيك، فذلك أكثر متعة. هل هناك علاقة خاصة بين الناس والأرض؟ أعتقد أن الناس الذين يعيشون في هذه المنطقة يكنون الكثير من الاحترام للطبيعة، إنهم يدركون تماماً احتمالية حدوث ثوران بركاني في أي وقت، لكن لا أحد يخاف، تستمر الحياة في دورتها المعتادة. على الجميع التجمع لبدء الاحتفالية. البراكين بلا ريب أسياد أيسلندا، وهي تستمر في تحويل الأرض التي أنشأتها. على الرغم من المخاطر، فإن شغفاً قوياً يربط الأيسلنديين ببراكينهم. جبال النار كما يسمونها تضفي على هذه الجزيرة طابعها الفريد، فنرى أرضاً سوداء أحياناً مثل الرماد، وأحياناً زرقاء كالجليد، أما غضبها فيزلزل الكوكب بأسره بانتظام.